الجيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية بعد تحديثها وفقا لأحدث النظم القتالية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، حيث بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل وما شهده من تحديث وتطوير في مختلف الأسلحة والمعدات لدعم قدراته على تنفيذ كافة المهام القتالية التي توكل إليه. وألقى اللواء أركان حرب محمد عز الدين قحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة أكد فيها على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التي ينفذها رجال المنطقة الغربية العسكرية، مؤكدا أن حماة الاتجاه الاستراتيجي الغربي سيظلون دوما في أعلى درجات اليقظة والجاهزية لحماية الوطن وصون مقدساته. وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على القوات المصطفى للاطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، وناقش عددا من الضباط وضباط الصف والجنود في أسلوب تنفيذهم للمهام ومدى الاستفادة من التطوير والتحديث وفقا للمهام المكلفين بها. ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الغربية العسكرية، مشيدا بما لمسه من الاستعداد الجاد لكافة العناصر المشاركة بالتفتيش، وطالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد حضر المرحلة الافتتاحية للإجراءات التحضيرية المسبقة للتفتيش للوقوف على مدى الاستعداد القتالي للقوات، كما تفقد عدد من الأسلحة المطورة التي زود بها التشكيل، وناقش عدد من الضباط وضباط الصف والجنود في الأسلوب الأمثل لتنفيذ مهامهم في ضوء تعظيم الاستفادة من القدرات الجديدة لتنفيذ هذه المهام على أكمل ما يكون. في إطار دعم علاقات الشراكة والتعاون بين حكومتي مصر واليونان، قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد نيكولاوس بنايوتوبلوس وزير الدفاع اليوناني
بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري بين الجانبين المصري واليوناني، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري ونظيره اليوناني السيد نيكوس دينديس. ونصت مذكرة التفاهم على تقديم كافة أوجه الدعم بين الجانبين بما يحقق التكامل في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري. وعرب القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية واليونانية في مختلف المجالات العسكرية، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية لكلا البلدين الصديقين. من جانبه أعرب وزير الدفاع اليوناني عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي، متمنيا أن تشهد المرحلة القادمة دعم أفاق جديدة لمجالات التعاون العسكري لكلا البلدين. عقب ذلك عقد لقاء بين الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة مع نظيره اليوناني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار تدعيم مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية واليونانية. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أول كونستانينيوس فلوروس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول كونستانتينيوس فلوروس رئيس هيئة الأركان العامة اليونانية والفريق ديموكريتوس زيرفاكس قائد الحرس الوطني القبرصي وقائد القوات البحرية الملكية السعودية المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك ميدوزا 12، والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والسعودية والأمريكية وبمشاركة 8 دول شقيقة وصديقة بصفة مراقب. وكان في الاستقبال على متن الحاملة الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية. وبدأت المرحلة الرئيسية بتقديم عرض تفصيلي على متن حاملة المروحيات جمال عبد الناصر، تضمن عرض الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة. وشاهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والحضور تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية للدول المشاركة في التدريب، تضمنت تنفيذ إسقاط مظلي لعناصر المظلات لتأمين رأس الشاطئ بمنطقة الإبرار، هذا بالإضافة إلى تنفيذ قذف جوي ضد عدد من الأهداف المعادية على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام. كذا تنفيذ رماية مدفعية للوحدات البحرية بالأعيرة المختلفة ضد الأهداف غير النمطية. كما اشتمل التدريب تنفيذ حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها. وكذلك نفذت القوات الخاصة البحرية عدد من الأنشطة كفتح الثغرات وتأمين رأس الشاطئ والإغارة على هدف ساحلي. تلاها تنفيذ عملية بر مائية بواسطة وسائط الإبرار المحمولة على متن حاملة المروحيات للسيطرة على الأهداف الحيوية، وقيام طائرات الهليكوبتر الهجومي
بتقديم الدعم النيراني المكثف لتأمين ممر الاقتراب لوسائط الإبرار. واختتمت الأنشطة بتنفيذ تشكيل استعراض بحري جوي بمشاركة عدد من الوحدات البحرية مختلفة الطرازات والطائرات المتعددة المهام من الدول المشاركة تحية للحضور. وفي ختام المرحلة نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للحضور، مؤكداً أن التدريب ميدوزا 12 يعد أحد أهم التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة، وأن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات والتعرف على أحدث التكتيكات القتالية لمختلف الدول المشاركة بالتدريب، مشيدا بالأداء المتميز للعناصر المنفذة للأنشطة والروح المعنوية العالية أثناء تنفيذ المراحل القتالية المختلفة وقدرتهم على تنفيذ عمل مشترك باحترافية ودقة. حضر المرحلة الرئيسية عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة وعدد من الملحقين العسكريين لمختلف الدول المشاركة بالتدريب ونخبة من الإعلاميين وعدد من طلبة الكلية البحرية.